صباح الخير يا أول، كيف حالكم اليوم يا أمي؟ درسنا لهذا اليوم في مادة الرياضيات. أريد منكم إخراج كتاب الرياضيات. أي كتاب يا ماما؟ كتاب التمارين. كتاب التمارين، وفتحه على صفحة 13. على صفحة 13. كما تعودنا يا أمي، اليوم هو الثلاثاء، التاريخ 13 من تشرين الأول لعام 2020، الدرس السابع، واسمه الموقع والاتجاه. لقد تم شرح هذا الدرس يوم الخميس الماضي داخل الصف، وقد تم حل تدريباتها أيضا داخل الحصة على كتاب الطالب. اليوم حل تدريبات كتاب التمارين، وقد تم ذكر مصطلحات مختلفة للاتجاه والموقع داخل الصف، كما تذكرون فوق، عكسها تحت، خلف، أمام، يسار، يمين. نريد أن نستخدم هذه الكلمات في حل هذه التدريبات. انظروا إلى التدريب الأول: أحدد موقع القطة بالنسبة إلى الصندوق. ها هنا، أين توجد القطة يا ماما؟ نعم، القطة فوق. أريد منكم كتابة كلمة فوق الصندوق. نعم، ننظر إلى الصندوق الثاني، أين توجد القطة؟ نعم، إنها تحت الصندوق، تحت. نكتب كلمة تحت ها هنا. أين توجد القطة في هذه الصورة؟ نعم، إن القطة خلف الصندوق. نكتب كلمة خلف الصندوق ها هنا يا أمي. أوكي، ننزل إلى التدريب الثاني: أحدد اتجاه إشارة المرور. أين نلاحظ إشارات المرور يا أمي؟ نعم، إنها توجد في الشوارع، وأريد منك أن تساعد والدك أثناء القيادة عندما ترى إشارة المرور، عندما ترى هذه الإشارة إلى أين تدلنا أن نتجه؟ نعم، تدلنا أن نتجه إلى اليمين. نعم، إلى يميننا. نعم، انظر إلى هذه الصورة، أين يتم الاتجاه؟ نعم، إنه للأمام، أمام. نكتبها هنا أمام، ونكتب ها هنا أين تتجه هذه الإشارة؟ نعم، يسار. نكتب ها هنا يسار. أكيد يا أمي أنتم رائعون. انظر إلى السؤال التالي: ألون الشيء المتجه إلى اليمين باللون ماذا؟ الأحمر.